عناوين الأخبار: رئيس الوزراء يشارك مائدة للإفطار مع اللاجئين السوريين. السفير دينا مفتي إدلي بيان صحفي أسبوعين يتناول فيه الأنشطة الدبلوماسية للبلاد. السلام عليكم مشاهدين الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها عليكم فورك يوهنس. قام رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في استضافة للاجئين السوريين في القصر الرئاسي، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والناشطين الإثيوبيين باللغة العربية. وفي رسالة نشرها رئيس الوزراء على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: إننا نتقاسم الإفطار الرمضاني مع إخواننا وإخواتنا اللاجئين السوريين المقيمين في إثيوبيا. وأوضح بأن الحدث يذكرنا بالتاريخ المجيد للأيام الأولى للإسلام، عندما استقبل أسلافنا أقارب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة. وقال: أنا فخور بهذه المناسبة التي جمعتني بإخوتي السوريين. نريد أن يهتم شعبنا بإخواننا وأخواتنا اللاجئين بشكل إنساني، وخاصة جيل الشباب. وأضاف قائلا: أن هذا الوضع كما في الماضي يؤكد من جديد رغبتنا القوية وإيماننا بالعيش في صداقة ومحبة وسلام مع الأمم والشعوب الإسلامية العربية. وشكر السوريين المشاركون في مائدة الإفطار رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي على كرم الضيافة. أشكر أبي أحمد اللي استقبلنا بهذه البلاد الطيبة، والتربية الترحيب نشكره، هذه كتير 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 كتير، يعني قد ما نوصف هالترحيب عرفت شلون ما نوصفه، يعني شيء عظيم، شيء يعني الله يزيل الخير يا رب، الله يسلم والله يحمي هذه البلاد الطيبة، بلاد أثيوبيا، لأنه هي بلدنا. طلعنا من سوريا رجعنا وين؟ على بلدنا الثانية أثيوبيا. والله محيي وبشكر كثير شكر أبي أحمد اللي استقبلنا وفطرنا، والله يزيل الخير والله يحمي أثيوبيا. كما دعا السوريون الإثيوبيين لحفاظ بلادهم من الأنشطة التي تدمر الوطن ويتسبب في التشرد واللجوء. أنا أنصح الشعب الأثيوبي أن يعني ما يسوون مثل أي دولة، يعني مثل أي شعب مظاهرات ويخربون البلد. يعني أنا أتمنى أن هذا البلد الأمن والأمان، يعني وما يصير أي شيء يعني تشتت بالشعب وبالنظام. يعني الأثيوبي عن جد يعني دولة كثير زينة وشعبها كثير كويس ودولتها كثير زينة والله، يعني يساعدون الفقراء وجزاكم الله خير. قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد: إن للمواطنين دورا لا غنى عنه في منع أعمال العنف التي تسبق وتعقب الانتخابات. وقال: إن المشاركة النشطة للمواطنين في الانتخابات أمر حاسم لخلق نظام ديمقراطي في إثيوبيا. كما أشار إلى أنه يمكن للمواطنين ضمان مشاركتهم بشتى الطرق في إجراء انتخابات شفافة، فضلا عن التصويت في صناديق الاقتراع. وقال أنه من الممكن مساهمة المواطنين من خلال منظمات المجتمع المدني بنصيبهم في جعل العملية الانتخابية شفافة وذات مصداقية. دعا رئيس مجلس الفيدرالي آدم فرح جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بمسؤولياتهم لضمان أن تكون الانتخابات العامة لهذا العام سلمية وديمقراطية ونزيهة. كما دعا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة في الانتخابات، وحث الحكومة الفيدرالية وحكومات الولاية على القيام بدورها. وقال آدم: إن المجلس الفيدرالي بصفته وصيا على الدستور يقوم بأنشطة مختلفة لضمان سير الانتخابات وفقا للدستور. وأوضح أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات يجب أن تتنافس على الأصوات من خلال تقديم بدائلها سلميا، مضيفا أنه من الضروري العمل معا في القضايا المشتركة التي تجمعنا كأمة.
تحدث اليوم سفير دينا مفتي في بيانه الأسبوعي عن العلاقات مع فيتنام واهتمامها وأهميتها كونها تترأس المجموعة الآسيوية، وكما تحدث عن جهود البعثات الدبلوماسية في كندا وألمانيا وأوغندا وغيرها من الدول. وقال أنه تم تعيين سفراء جدد لإثيوبيا في جنوب السودان والصومال، وأضاف عن جهود إثيوبيا في مجال السياحة، وأن هناك جهود كبيرة للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس وتقدير جهود رئاسة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن. وتم إعادة المئات من الأثيوبيين من دول عربية، وفي آخر المطاف تم طرح أسئلة تتعلق بالسد والحدود السودانية وإقليم تيغراي والصومال، فرد قائلا: ما زلنا نعول على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وهذا ما أكدناه للمجتمع الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات المختلفة. بتلي أفريكا هبرت يادر دار النتن وطئة أمان دون دم ما يفلقون ومياسايو بتلي تاجنو جتفاسسوا أقروش. إن الطريقة المثلى في تعزيز المفاوضات الانتظار لدعوة الاتحاد الأفريقي لعقد الاجتماع، ونأمل أن تعزز الثقة بشكل كبير للدول الثلاث في سبيل دفع المفاوضات إلى نتائج الكل فيها كاسب. وإن إقدام السودان تقديم شكوى لن يجدي هذا الأمر، ولا ندري شكل هذه التهمة، ومن غير العادل أن نقبل باتفاقية 1959 وتخصيص حصة محددة لمصر والسودان. كاهنو بايندينغ أغريمنت كالت اسمامن كالت فرارم باتقالا واتقالا كمولا يميل نقرال لزاستو دمو تنقلو شروع شالو يتدبكو استوريك رايت متبالا لتش. وأن دول المصب لا تريد نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة، وأن طول أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية جزء منها تتحملها دولتي المصب التي خرجت 9 مرات من المفاوضات، ودول المصب تؤمن بالوساطة فقط ولا تعطي العملية تسهيل الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة والتفاوض بحسن نية للدول الثلاث. والأفضل هو أن نتفاوض في الوقت الحالي بشأن المل فقط، وترك النواحي الأخرى من تقاسم المياه لواطن آخر. بفيلنجنا فيلنج بيتشالي ከዛ በኋላ በተቀሩት በውሃው ወደፊት አጠቃቀም ላይ ግን በረጅም ጊዜ እንጨርሰው ምክንያቱም ቶሎ አልቀም ነው። وحول الحدود مع السودان دعا إلى أحكام صوت العقل وحل الخلاف وفق قناعة سلمية، وهذا هو موقف إثيوبيا. أما في تيغراي بأن مجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي متوازن، وحول الأزمة السياسية في الصومال والوضع الحالي هناك يؤثر على إثيوبيا منها تدفق اللاجئين. في لقاء حصري أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي قسم اللغة العربية مع السيد طلال ناجي ناشط في الشؤون الإثيوبية، وأوضح بأن إثيوبيا قدمت تسهيلات كثيرة وتنازلت بفتح حوار ونقاش مع دولتي المصب، ولكنها ما زالوا متمسكين بنقطة لن تصلوا لأي حل جذري. مشاهدينا الكرام، عفوا للمشكلة التقنية. كما أضاف السيد ناجي فيما يتعلق بجولة رئيس الوزراء المصري في دول إفريقيا بأنها مساعي متأخرة وهدفها التوسط أو الضغط على إثيوبيا، وكان لا يجب تكبير هذا الملف سابقا بتحويله إلى مجلس الأمن وجامعة الدول التي تم رفضها. الجولة اللي قام فيها السيد
وزير الخارجية المصري لدول أفريقيا هي كانت ورقة محطوطة على جنب وغير مهتمين فيها في مصر، الورقة الأفريقية. دليل على ذلك على أنه بدأوا موضوعهم كتصدير الملف، ملف سد النهضة إلى العالم، تكبير هذا الملف، الذهاب فيه إلى مجلس الأمن، ثم عادوا بائسين، عادوا إلى البيت الأفريقي. من بعد ذلك قاموا بجولة عربية وبمطالبة عربية بالوقوف معهم، يريدون أن يحولون الملف بتدخل جامعة الدول العربية وكذا عربيا، وأن القضية قضية ليست قضية مصر لحالها، وإنما القضية أمن عربي. فعلا كبروا هذا الموضوع، وبالأخير تم رفض هذا الموضوع، ولا وتدخل الدول العربية أو جامعة الدول العربية غير مقبول، لأن هذا ملف أفريقي ويحل في البيت الأفريقي. اضطروا أنهم يرجعوا ويعملوا اللفة على الدول الأفريقية لطلب الوساطة مع أثيوبيا أو الضغط على أثيوبيا. فهذا كان الهدف فقط منها لا غير، وهي كانت أساسا غير موجودة في قائمتهم سابقا. أفاد مكتب المتحدث باسم الوزارة الخارجية أن الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة أقيمت في جوبا عاصمة جنوب السودان، وحضر الحفر رجال الدين وأعضاء من الجالية الإثيوبية في جنوب السودان وإثيوبيين الذين يعملون في مختلف المنظمات الدولية. وفي حديثه بهذه المناسبة شكر السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان نبيل مهدي الأثيوبيين الذين يعيشون في جنوب السودان على دعمهم لبناء سد النهضة واستنكارهم لهجوم المجلس العسكري على القوات المسلحة ومشروع المائدة من أجل الوطن ودعوات وطنية أخرى. وقال إن سد النهضة مشروع لجميع الإثيوبيين بمن فيهم الأفارقة، مضيفا أن إثيوبيا تعمل على إيجاد حل لخلافاتهم مع دول حوض النيل من خلال مفاوضات عبر الاتحاد الإفريقي. تبرع الإثيوبيين الذين يعيشون في جنوب السودان حتى الآن بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي لبناء السد، وأكد المشاركون أنهم سيستمرون في مواصلة دعمهم للسد ومشاريع تنموية أخرى. أكدت حكومة السودان ثقتها بوساطة الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حلول سريعة وناجحة لمسألة سد النهضة، تطبيقها لشعار حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، معلنا عن جولة جديدة لوزراء الخارجية. ثمنت الحكومة السودانية في بيان أصدرته الخارجية يوم أمس ثقتها في الاتحاد الأفريقي وقيادتها لجهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة وناجحة لمسألة سد النهضة. وفي هذا الإطار أعلنت حكومة السودان أن وزير الخارجية مريم الصادق المهدي ستقوم بجولة خارجية على رأس وفد تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستتلقى في كينشاسا الرئيس فيليكس شيكيسيدي رئيس الوزراء الحالي للاتحاد الأفريقي، تأكيدا على موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف. ووفقا للبيان، فإن جولة الوفد السوداني برئاسة وزيرة الخارجية تشمل أيضا كلا من كينيا ورواندا ويوغندا، حيث ستتلقى مريم الصادق المهدي برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلافات القائمة بشأن سد النهضة. وأنا متشوقة لأرى سد النهضة. أنا إفريقي وأنا أؤمن بالتضامن في استخدام الموارد المشتركة. والنقطة الثانية أنا بنستخدم الكهرباء في الموارد الكهربائية لمحاربة الفقر والتخلف، وهذا هو هدفنا ليس أكثر من هذا. وأرجو أن تفهمنا جيدا، نحن لا نريد الضرر للآخرين وإنما نريد التعاون معكم. شهد العالم الكثير من السدود، وسد النهضة سد مثل غيره، كل ما ينطبق على تلك السدود ينطبق على سد النهضة أيضا.
النيل ثقافة مغروزة فينا في شتى النواحي. النيل هوية عرف الكثير كأبنائه. النيل حياة يعيش الكثير حولها. سد النهضة هو حق تاريخي مكتسب بنيناه بجهودنا وبإرادتنا بعد توفيق الله عز وجل. فلنحافظ على هذه الرسالة لنوضح للعالم بأن سد النهضة مصدر سلام وتعاون مشترك بيننا وبين أشقائنا في جمهورية مصر العربية. إن بناء السدود في الأراضي المرتفعة بدلا من السدود المبنية في المناطق الصحراوية سيقلل من خطر التضخم. سد النهضة سيكون مدارا لتصدير الطاقة المتجددة والنقية لأثيوبيا والدول الأفريقية بأسعار معقولة. لا يمكن أن نرضى ولا يمكن أن نقبل أن يعيش جل شعبنا في ظلام دامس في فقر مدقع. أن سد النهضة سد تنموي وسد إيجابي لكل يعني مناطق دول حوض النيل الشرقي. ونقول مبروك للسودان، مبروك لأثيوبيا، ومبروك أيضا للشعب المصري الذي لن يتضرر من هذا السد. يجب أن يكون للنيل مصدر للوحدة، دافعا للتطور، مساحة للسلام. إذا ماذا ننتظر؟ يدا بيد من ننتفع بهبة الله الثمينة بعلم وعقلانية. مشاهدينا الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي. تم جمع أكثر من 41 مليون بر للمشاريع الوطنية والدعوات الوطنية الأخرى بالتنسيق بين بعثتي برلين وفرانكفورت في ألمانيا. وقالت وكالة المغتربين الإثيوبية أنه تم جمع أكثر من 41 مليون بر في الأشهر التسعة الماضية خلال أنشطة قام بها أعضاء جمعية المغتربين الإثيوبيين في برلين وفرانكفورت بألمانيا، وكذلك في جمهورية التشيك وبولندا وأوكرانيا وسلوفاكيا، بهدف تقديم الدعم لبناء سد النهضة ومكافحة انتشار كوفيد-19 ومشاريع وطنية أخرى. قال الدكتور محمد إدريس نائب المدير العام لوكالة المغتربين الإثيوبية أن إثيوبيا تغلبت على العديد من المشاكل والتحديات الوطنية والدبلوماسية في السنوات الثلاثة الماضية. ومن جانبها قالت سفيرة إثيوبيا لدى ألمانيا السيدة مولو سلمون أنه لا عودة إلى الوراء في إثيوبيا، وأن الحكومة والشعب سيقفان معا ويتغلبان على العقبات من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية. دشنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا مساء أمس مشروع صلاة رمضانية، وذلك بحضور جميع كبير من السفراء والجاليات العربية وممثلين من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني. للمزيد من التفاصيل الزميلة رحمة محمد لديها المزيد. أقامت سفارة المملكة العربية السعودية مساء أمس مائدة رمضانية تدشينا لمشروع السلة الرمضانية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وقد حضر مراسم التدشين جمع كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي وممثلين من الحكومة الفيدرالية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا. وخلال حفل التدشين قدم سفير المملكة العربية السعودية كلمته التي شكر فيها الحضور وأعلن عن افتتاح هذا الحفل رسميا. بسم الله وعلى بركة الله، ندشن اليوم رسميا وبحضوركم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للسلالة الغذائية، وهي هدية من خادم الحرمين الشريفين لأخوانه المسلمين في 18 دولة في هذا الشهر الفضيل دعماً لهم. من منطلق الرسالة السامية التي تحملها مملكة الإنسانية للشعوب في كل مكان، ونحن بسفارة المملكة وبالتنسيق مع الملحق الثقافي
نتشرف بتنفيذ هذا البرنامج، يهدف هذا المشروع إلى رعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام لإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم. ومن جانبه شكر مدير إدارة المراسم لوزارة الخارجية الإثيوبية السيد فيصل علي على هذه الهدايا المهداة، وذكر عن عمق العلاقة الإثيوبية السعودية. وكما ألقى كلمته رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروميا فضيلة الشيخ حج إبراهيم تحفة، عبر فيها عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لمساعي الخير والإحسان. أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أوروميا، يسرني ويشرفني أن أعبر عن مدى فرحتي الغامرة لتلقي هذه الدعوة القيمة، هذه الدعوة الكريمة في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه من التمور والسلة الغذائية لتوزيعها على المجتمع المسلم في بلادنا الحبيبة دار الهجرتين تحت رعاية سعادة السفير في مدينة أديس أبابا. أن فيضان خيرات المملكة العربية السعودية وأياديها البيضاء في خدمة الإنسانية والإسلامية ما زالت تتضاعف يوما بعد يوم، وذلك ليس بغريب ولا جديد في ربوع العالم عموما وفي بلادنا الحبشة خصوصا. وتم اختتام هذا الحفل بمائدة رمضانية شارك فيها جميع الحضور، وألقى أثناءها سعادة الملحق الثقافي السعودي بأديس أبابا علي الخضيري كلمته التي ذكر فيها عن جهود المملكة المتواصلة في دعم المحتاجين. تجدر الإشارة أن مشروع تقديم السلات الرمضانية تقيمها سفارة المملكة العربية السعودية لدى أثيوبيا كل عام، حيث يقام هذا المشروع للعام التاسع على التوالي. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. رئيس الوزراء يشارك مائدة للإفطار مع اللاجئين السوريين. السفير دينا مفتي لبيان صحفي أسبوعي تناول فيه الأنشطة الدبلوماسية في البلاد. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم مافور كهنس، وإلى اللقاء.